شخص يعني يكون مثلا مقدم برامج ويكون زي كذا صاحب برنامج؟ اكيد كل ما شفت نفسي في مكان اكيد بجي فيه، ماني تطلع. وهل هي امنيه، هل هي امنيه بكل حقيقه انك تسعى للشيء هذا؟ اكيد اكيد، انا ما دخلت في البرنامج ذا الا اني ابحققها. يا رب يا رب يا رب، يعني سمعنا الاماني، سمعنا الاماني للشباب. افا افا عندنا شيء علمتك باللي كنت اتمناه وحصلت. اها، لكن اللي ما قد صارت باقي. يلا وش هي؟ اول شيء انك جبت 3000 في البورصه. هذه خاصة هذه ما هي من هذه. طيب حاجة عادية أمني عند بعض الناس ما عندي. البورصة تبقى قوية. أسلم أسلم. الأول يا أبو عبد البراء إن رضى الله سبحانه. سلمت. نعم. رضى الوالدين. جميل. وإني أوصل مرحلة إني أكون فيها محضر خير في كل مكان. يا سلام يا سلام. إني أكون محضر خير. خير. محضر خير حتى الحين أبو سعد. يعني المرحلة يا أبو براء إني أكون من اللي يسعون في الصلح، يسعون في يا سلام خير. يا سلام، أمنية جميلة. لا تحقق بإذن الله ما تنام عينه. أمنية جميلة، يعني تكون صاحب إصلاح ذات بين يعني أو جاه وجاه. إن شاء الله في